تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي يحبه كل اثنين، ثاني يوم في الأسبوع. إن شاء الله يكون هذا الأسبوع أسبوع جميل، أسبوع إيجابي، يمر مثل ما إحنا نحب، نحقق فيه جزء من أحلامنا، من أهدافنا، ننجز فيه في عملنا ونخدم فيه هذا الوطن المعطاء اللي ما شاء الله ما يقصر عليه معانا، له وشيوخنا الكرام الله يطول في أعمارهم إن شاء الله، والله أهم شيء يديم نعمة الأمن والأمان. أنا أبغى كل حد ينش الصبح بس يقول هذه الجملة، صدقوني لما نقول هالجملة نسمعها تملأنا بطاقة إيجابية، نحس إن إحنا فعلاً عايشين في نعمة كبيرة، نعمة الأمن ونعمة الأمان. فنصبح عليكم من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي يطلع عليكم كل يوم من الأحد إلى الخميس تقريباً لمدة ساعة على الهواء، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائماً وأبداً إذاعة نور دبي. نرحب بالطاقة الموجود معاي في الإخراج أيمن سرحيل، أبو نوح صباحك وردي أبو نوح، ومعاي اليوم في التنسيق ميرا المري، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملة. وحابة أشكر أيضا فريق الإعداد في إدارة الاتصال المؤسسي في هيئة الصحة لإعدادهم فقرات وحلقات صحة وسعادة كل يوم. أرد أقول إعداد برنامج على الهواء يوميا شيء مو بسيط، ترتيب مع الضيوف، تحضير مواضيع وغيره، فيعطيهم ألف ألف عافية اللي حضرونا صحة فقرات صحة وسعادة كل يوم. نذكركم أولا بأرقام التواصل مثل ما أنا أقول كل مرة، برنامج إذاعي مذيع يسولف ساعة الهوى روحه مو بحلو يستوي ممل، ما حد يبي يسمع مذيع روحه يسولف، بينما أنتوا تتصلون وتطرشون رسائلكم تثرون البرنامج يستوي برنامج متفاعل أكثر. فالتواصل معنا على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. نروح الحين إلى فقرة التغذية مع الأستاذة فاطمة الخروصي، راح تكلمنا عن حمية الصيام المتقطع، فوائدها وأضرارها. والله أنا روحي أعرف، عندي واحد الطبيب يشتغل معايا يقولي يتبع حمية الصيام المتقطع، يقولي والله وادي ساعد في نزال الوزن والحفاظ على الوزن، فما أدري صح ولا غلط. حين نشوف أخصائية التغذية شو بتقول. أستاذة فاطمة صباحك ورد. أهلا حبيبتي، صباح الخير. خبرينا أول شيء، نخبرهم شو يعني حمية الصيام المتقطع، يعني كيف يسوونها، وبعدين هل هي مفيدة، هل هي ضارة، هل هي مفيدة لكن ضمن شروط معينة، والمايك عندك. أوكي حبيبتي. إنزين، بالنسبة للصيام المتقطع طبعا دائما إحنا نسمعها مثل ما قلت بشكل عام صيام متقطع، لكن لها عدة أسباب وعند أساليب معينة ومختلفة، بس إحنا نذكر أول شيء شو معناته. هي حمية تعتمد بشكل رئيسي على الامتناع عن تناول الطعام لساعات معينة خلال اليوم أو لأيام معينة في الأسبوع يختارها هو الإنسان نفسه، أو لها عدة أشكال وأساليب يعتمد على حسب كل واحد وكيف طورها بطريقة الخاصة. لكن فوائدها بنذكرها بعد ما نذكر شو الأساليب، كم أسلوب عندنا، عندنا عدة أساليب منها بنذكرها اللي هي دائما شائعة اللي هو الصيام لمدة 12 ساعة في اليوم، يعني 12 ساعة الثانية يكون يبتدي الإنسان يأكل، لازم يكون في تناول وجبات صحية، ما يكون وجبات سريعة أو وجبات فيها سعرات حرارية عالية من السكريات والحلويات. لكن شو أسباب أنه ممكن مثل ما تفضل الدكتور قال ينزل الوزن؟ إذا كان لأنه يكون تحويل الدهون المخزنة في الجسم إلى طاقة خلال فترة الصيام، وبالتالي يخسر الإنسان وزنه. لكن هل هي صحيحة؟ بنذكرها بعدين. الصيام لمدة يوم كامل مثلا بالأسبوع، يعني لمدة 24 ساعة كامل متواصلة، ممكن الإنسان يكون صايم يوم أو يومين يختارهم في الأسبوع، لكن هذه تعتمد خلال فترة الصيام بس على شرب الماء والقهوة والشاي من غير سكر، لكن هذه معناته بس ممكن تضر الإنسان من ناحية الإرهاق والتعب والصداع، وهالمرضى اللي يجونا إحنا عندنا العيادة دائما نحس عندهم تعب وشحوب في الجسم. في نوع ثالث من الصيام هو الصيام يوم ويوم وترك،
يعني الأيام اللي بيكون فيه صايم يتجنب بس الأطعمة الصلبة ويعتمد على السوائل، أي نوع من السوائل، ويعتمد على أن تكون سعرات حرارية ما تتعدى 500 ل 600 سعر حراري. هذه ممكن للناس اللي عندهم زيادة في الوزن تنزل أوزانهم وتحسن صحة القلب، لكن للمبتدئين اللي توهم يبتدون على أن يبغون يبتدون صيام متقطع ما ينفع لهم. للناس اللي عندهم أمراض مزمنة ما ينفع، ممكن يصبرها. في صيام رابع اسمه الصيام لمدة 16 ساعة، بيبدأ من 24 ساعة 8 ساعات. هالثمان ساعات اللي بيبتدي ياكل فيها، لكن في اشخاص فاهمين الموضوع غلط بيبتدوا ياكلوا كميات كبيره من الاكل لانه ما عنده فرصه غير 8 ساعات، بالتالي هاي الكميه ممكن ان هي تزيد اوزانهم، لكن هي ممكن تساعد على بعد تنزيل الوزن، ممكن تحسين مستوى السكر، تساعد الناس اللي عندهم امراض الكبد ان هي مثلا تتعدل الوظائف شوي، الالتهابات المختلفه اللي تصيب الانسان، لكن ها ما يعني انه هو صيام ممتاز. بالنسبة للنوع الخامس هو الصيام لمدة يومين، وهذا اللي أنا دائما أفضله لأنه صوم وتصحوا. هذه لو كان اختار الإنسان ما بين يوم الاثنين والخميس كصيام، لأنه يعتمد على طبيعة التوقيت، توقيت اليوم مثلا كم ساعة صام وكم ساعة فطر فيها، اللي هو صيام الاثنين والخميس هذا أفضل شيء، له فوائد أكيد ما عارفينها كل الناس، بس يفضل عند الوجبة الرئيسية إذا حاب ينزل وزنه بسرعة، الوجبة اللي يبتدي فيها الأكل أو خلال اللي هو فترة اللي هو الإفطار، يكون وجبات ما تكون غير إنها لازم تكون صحية، ما تكون وجبات سريعة، ويكون السعرات الحرارية عند الرجال 600 سعر حراري وعند النساء 500 سعر حراري، لكن إذا زاد مثلا 200 سعر حراري زيادة أو 300 ما يضر، بس يكون الصيام العادي اللي احنا متعودين عليه. في نوع سادس هو تفويت الوجبات، يعني يفوتون الوجبة ووجبتين مثلا ياخذونها، أو تفويت وجبتين ياخذون وجبة واحدة. هذا بعد احنا ما ننصح فيه لانه دائما اصلا الانسان يشعر بالجوع، ونفس الشيء بيحس ان الكميات اللي ياخذها من الاطعمه غير كافيه، فبالتالي يكون عنده نوع من التعب والشعور بالارهاق. الاسلوب الاخير واللي هو الصواب يسمونه الاسلوب العسكري، اللي هو يعتمد 20 ساعه صيام 4 ساعات، اللي هو يكون فيها بس يسمح له انه ياكل فيها، لكن هذه ممكن ياكل في الوجبه الرئيسيه لانها مره واحده، و4 ساعات ممكن يعتمد على الكربوهيدرات والبروتينات ياخذها وعناصر غذائيه مهمه من خضروات الفاكهه، يعني كانه وجبه واحده، لكن دائما يكون فتره الليل، فممكن تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل امساك، اسهال، ما نعرف يعني على حسب طبيعه الشخص شو يصير له من مشاكل. الحين نذكر احنا الاسباب اللي هي فوائدها، الفوائد جدا قليله ما بتكون فوائد طبعا عاليه، الفوائد خساره الوزن، وهذا كل حد اللي جربه ممكن يخسر وزنه، ممكن تحسن في عمليات الايض ان الجسم يبتدي يحرق بسرعه في هالفتره اللي هو بيكون في فتره الصيام اذا اخذها بشكل طبيعي واعتمد على وجبات صحيه. في من الناس يحسون بالشباب، يعني ابطاء الشيخوخه يحسون بالطاقه والشباب وها، لكن هذه مش 100% يعني صحيحه. ممكن تحسن مستويات السكر، وبرضه وايدين يقولنا ماشيين على الصيام المتقطع وتحسنت عندهم اللي هو وظائف او مستويات السكر عنده، لكن مخاطرها ممكن تكون قله الالياف الغذائيه المفيده، واللي هي ممكن انه بعد فتره تقل عند المناعه بسبب عدم وجود مضادات الاكسده موجوده ولا الفيتامينات، والشحوب اللي في الانسان ممكن يكون عنده التعب والارهاق، ممكن عنده نقص في بعض العناصر الغذائيه الهامه من الفيتامينات والمعادن، ممكن فرص الاصابه بالسرطانات مهم يعني وارده، لانه بيكون عنده نقص في استخدام الفيتامينات والمعادن الموجودة في خضروات الفاكهة. أيضا ممكن تكون مشاكل في اضطرابات الجهاز الهضمي، ممكن يكون عند زيادة وزن بدون ما يكون نقصان في الوزن، لأنه بيعتمدون على الأكل اللي هو فيه سعرات حرارية عالية مثل الأطعمة السريعة، السكريات، الحلويات بشكل عام، ممكن يأثر بعد سلبا على خصوبة النساء، فممكن تكون الخصوبة تقل عندهم. احنا نصايحنا في اخصائي التغذيه اذا استخدم الشخص هذا او الانسان يعني هذا النظام، نظام الصيام المتقطع، يفضل انه ياخذ قسط من راحه في الفتره اللي بياخذ فيها الصيام او بيصوم فيها، لانه ما يحتاج انه يكون يبذل مجهود عضلي قاسي في الانشطه الرياضيه القاسيه. ممكن انه يعتمد في الوجبات اللي يبتدي فيها الصيام على الاطعمه اللي هو حابينها، عشان ما يكون عنده حرمان، فيكون شيء رد عكسي يضطر انه ياكل كميات كبيره من الاكل ويزيد وزنه. ممكن يعتمد على بعض المنكهات اللي تخليه يشبع بسرعة مثلا في الأكل، مثلا مثل الخل، استخدام الخل أو السموم أو بعض الأعشاب الصحية المختلفة. ممكن إنه يعتمد في الوجبات الصحية على الوجبات الصحية اللي ذات سعرات حرارية قليلة، عشان فعلا يستفيد من نقصان الوزن، مثل إحنا عندنا الفشار،
ان البطيخ يعني ممكن يستخدم الاطعمه هاي اللي فيها كميه كبيره من الكميه كبيره لكن كسعرات حراريه فيها قليله. عندك استخدام الماء طوال اليوم اللي بيكون فيها صايم، لان هذه فعلا تساعد على تزيد معدلات الحرق عنده، واعتمد على المشروبات العشبيه الساخنه الخاليه من السكر. شكرا. ممتاز ممتاز. يعني هذا حمية الصيام المتقطع لازم الواحد يفضل يشوف أخصائي التغذية يوصف له بالضبط كيف ممكن يسوي هالحمية، لأنه مثل ما يقول هناك خيط رفيع ما بين أن الحمية الصحية للصيام المتقطع بين الواحد يجوع نفسه أو يتبع أساليب غذائية خاطئة، مثلا ياكل كمية كبيرة في الفترة المسموح فيها أنه ياكل فيها. ممكن اختبار، ممكن يكون هو عنده امراض مزمنه مش عارف انها، فتطلع خلال هالفتره متعب منها، فبعدين يطلع مثلا عنده مشاكل في المعده، الجهاز الهضمي، عنده فيها مشاكل القلب، عنده ضعف او قصور في القلب، فهذه لازم هو شيء المريض يسوي فحوصات يعني دوريه عشان يعرف شو حالته بالضبط وشو اللي عنده من مشاكل قبل يبتدي اي صيام متقطع. ممتاز ممتاز. أنا شاكرة لك أخصائية التغذية فاطمة الخروصي مداخلتك معنا اليوم بخصوص حمية الصيام المتقطع. شكرا لك، نهارك سعيد، مع السلامة. مع السلامة. طبعا حمية الصيام المتقطع لها أكيد فوائد، يعني كل نظام غذائي احنا نتبعه أو تغيير في نمط حياتنا العادي له فائدة. والرسول صلى الله عليه وسلم احنا في الدين الاسلامي اصلا عندنا صيام الاثنين والخميس، حف يعني شجعنا احنا نصوم مرتين في الاسبوع. الصيام العادي اللي هو نصوم من شروق الشمس الى غروبها، بعدين نفطر على تمرات والاكل المتدرج وهذا. فاصلا عندنا في الدين الاسلامي اذا احنا التزمنا في هالنظام اللي هو الصيام مرتين في الاسبوع، نحافظ على صحة أفضل، جهاز الهضمي يرتاح أكثر، وحتى ترى رمضان يكون عندنا وايد أسهل. بس أنا حمية صيام 20 ساعة أكل 4 ساعات أحس هذا تعذيب، يعني وايد وايد يبالي إرادة قوية، يعني أو حمية أنه يوم كامل بس سوائل. ما أعرف، أحس أنه يمكن أنه أنا يعني أفضل دائما الشيء النظام اللي نمشي عليه نقدر نستمر عليه حياتنا كلها. يعني مثلا حمية أنا أصوم 20 ساعة وأكل 4 ساعات، يعني في 4 ساعات واحد شو بياكل شو بياكل. المهم رح نطلع ان شاء الله فاصل، بعد الفاصل نكمل. صحة وسعادة، صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. نروح لدراستنا مثل ما تعودتوا، دائما يكون عندنا دراسة كل يوم تكون أحدث دراسة تم نشرها، فحنا راح نتناقش فيها أنا وياكم في صحة وسعادة. دراسة تقول يعتقد الباحثون أن فقدان الوزن لا يعتمد فقط على كمية ما نأكله وعلى السعرات الحرارية التي تحتوي عليها الأطعمة، بل أيضا على مواعيد تناول وجبات الطعام. وأنا أشهد، أنا أشهد مواعيد تناول الطعام وايد يفرق، وبقول لكم ان شاء الله عقب تجربتي. كشفت الابحاث التي تم تقديمها مؤخرا في مؤتمر لجمعيه القلب الامريكيه انه كلما زاد تناول المراه للطعام بعد الساعه 6 مساء كانت صحه قلبها أسوأ، مع زياده خطر ارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتله الجسم وضعف التحكم على المدى الطويل بالدم. تتحكم ايقاعاتنا اليوميه التي تعمل على مدار 24 ساعة بكل شيء في حياتنا طبعا، من الشعور بالنعاس إلى نشاط خلايا المناعة، مما يمكن أجسامنا من الاستعداد للأحداث المنتظمة بما في ذلك تناول الطعام، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية. تشير الأبحاث إلى أن توقيت وجبات الطعام قد يكون مهما أيضا لصحة الإنسان، حيث توصلت الدراسات إلى أن الذين يتناولون العشاء قبل ساعة من النوم لديهم تحكم أقل بنسبة السكر في الدم من أولئك الذين يتناولون الطعام في وقت مبكر. ومع ذلك يقول الباحثون أن من السابق لأوانه إصدار نصيحة مفصلة بشأن مواعيد الوجبات. يعني حاليا بس هما النصيحة العامة أن تناول الوجبات مبكرا، بس للحين ما درسوا موضوع أن متى المفروض تناول الوجبات. قد يكون من المهم الحفاظ على أوقات محددة للوجبات بغض النظر عن الساعة التي نختارها لتناول الطعام، وذلك لأن تناول الطعام في أوقات غير متوقعة ممكن أن يغير توقيت الساعة البيولوجية في الأنسجة الهضمية، مما يجعلها غير متزامنة مع الساعات في أماكن أخرى من جسمنا ويجعل من الأيض أقل كفاءة. شوفوا هذه اتوقع ان الاكل مبكرا اصلا هذا الشيء، يعني كذا مره احنا طريناه وقلنا عنه
إن لازم لازم إن إحنا ناكل عشان مبكرا. الدراسة تقول الساعة 6 مساء، والله 6 مساء والله زين، يعني وقت مناسب خصوصا مع المدارس واللي لازم يرقدون من وقت، احنا بقى لازم نتعشى مبكر. لكن بركز على نقطة وايد مهمة اللي هي الحرص على انتظام الوجبات. أنا بقول لكم عن تجربة شخصية، أنا قبل سنوات كان عندي مشكلة دائما في الحموضة، دائما، وهي مشكلة تجينا العيادات ترى وايد، وايد ناس تكون اللي يسمونه احنا بالعامية نسميه الصاهر، أنه دائما عندنا صاهر، دائما نحس في سوء هضم، دائما نحس أن الأكل يتف بطننا فترة طويلة، نحس أن مو مرتاحين. أحد أهم الأسئلة اللي احنا نسألها للناس للمرضى لما يجون العيادات، هل مواعيد وجباتك منتظمة؟ ليش؟ وهذا اقول لكم من تجربه شخصيه انا كانت عندي. كنت قبل مواعيد وجباتي ما كانت ثابته، يعني اطوف ريوق مره تريق سبع، مره تريق عشر، الغداء مره ثلاث، مره خمس، مره اطوف الغداء يستوي بس عشاء. بعدين لما بحثت في الموضوع اكتشفت ان فعلا الساعه البيولوجيه مال جهازنا الهضمي تضبط نفسها على مواعيد الوجبات. يعني انا تعودت مثلا، لو انت تعودت ان معظم الايام تتغدى مثلا لما ترد من الدوام 3:30 على سبيل المثال، 3:30 3:30 كل يوم، تتعشى مثلا 8. اذا جيت في فتره بديت ها مواعيد تختلف لسبب من الاسباب، انشغالك اي سبب من كان، قلت مثلا تطوف الغداء او تتغدى بدري اكثر او تتغدى متاخر، تجد من العشاء تاخر العشاء، تحس بعد فتره بهذا الصهر وتحس ان الهضم عندك ما صار بنفس السلاسه اللي كانت قبل. ليش؟ لان معدتنا خلاص قامت تضبط ساعتها البيولوجيه. ندى مثلا متعودة تتغدى كل يوم 3:30، تبدأ تجهز البيئة الموجودة في المعدة لإفراز الحمض المسؤول عن هضم الأكل. لو ما كان في أكل في هذاك الوقت شو راح يستوي؟ الحمض اوريدي بدأ يفرز قليلا استعدادا لتهيئة الجو المعدة للهضم، عشان ما يتم الأكل في المعدة فترة طويلة. فإذا أنت كنت متقدم أو مؤخر راح يستوي عندك هني سوء الهضم. فالناس اللي يبون انهم يحافظون او ينزلون وزنهم، مهم جدا يحافظون على مواعيد الوجبات، انهم ياكلون تقريبا في نفس الوقت. وهذه واحده من الاشياء اللي انصح فيها مرضاي اللي يكون عندهم مشكله السهر فتره طويله. طبعا لما نسوي لهم تحاليل ونكتشف انه ما عندهم مشكله، طبعا ما عندهم مشكله بمعنى ما عندهم جرثومه معده، ما عندهم خلل، ما عندهم اي شيء ثاني، بس هي مجرد زياده حموضه في المعده عندهم، او التهاب يسمونه الجاسترايتس اللي هو التهاب في بطانه المعده الناتج عن افراز الحمض. اول نصيحه ننصحهم اياها وانا انصحهم، حافظوا على مواعيد الوجبات عشان لا يفرز الحمض والاكل مو موجود الان في المعده. طبعا نحافظ عليه قدر الامكان، يعني مثلا من 3:30 ل 4 ما في مشكله، بس مثلا انت متعود تتغدى 3:30 طوفت لين 5 او لين 5:30 او لين 6. في مداخله؟ ناخذ مداخله بعدين اكمل لكم سالفه تنظيم الوجبات. ابو عبد الله صباحك ورد. صباح النور والسرور يا الله يسلمك يا دكتوره ندى. هلا هلا فيك اخوي، الحمد لله، تفضل. الله يسلمك. عادي ما نقدر نقول الحين، نقول بنتنا بنتنا انت بنتنا. والله اشكرك الحمد لله، شكرا. يعني انا صوتي يبين صغيره، شكرا. لا لا احنا كلنا اخوان. دخل اساس الغديات والريوق والعشاء وهذا. اي نعم اي نعم. نحن الله يسلمك قبل اذا تحيدين، يمكن تحيدين ولا انت صغيره؟ لا 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 ما حيد ما حيد. الله يجزيك خير. المهم نحن كنا قبل ريوقنا الصبح الساعه 7، يعني حتى في وقت المدارس، بس نتريق الواحد يتريق احسن الساعه 7، وغدياتنا الساعه 1 مثلا. تقول مثلا الدكتور عطل لك نظام، يعني حب وتسرط نفس الوقت. صح. والعشاء على كذلك نفس الساعه 7 او 8 بالكثير. صح. يعني لا تاخر فيه ولا شيء. صح. بس الحين سبحان الله، يعني عيالك يجون متغدين من برا او ماكلين من برا وهذا وهالاشياء. صح. وما بزيد عليك يعني دكتوره. ما تقصر ما تقصر اخوي، الله ما تقصر. شكرا لك، شكرا مداخلتك. مع السلامه. مثل ما قال سمعنا ابو عبد الله، ترى اتوقع لو احنا دردشنا مع ابو عبد الله اكثر وسالناه بيكتشف انه فعلا الهضم كان عنده افضل، اتوقع ايام ما كان وجباته منتظمه اكثر. فهذه دعوه لوايد من الناس اللي عندهم يحسون دائما مشاكل في الهضم. لما نقول مشاكل في الهضم نقصد فيه الصهر او الحموضه، سوء الهضم. سوء الهضم معناه يحس الاكل ما ينهضم بسرعه عنده، يتم يحس عمره شبعان فتره طويله، معناه يكون ماكل وجبه عاديه. هذه رساله، ابتدوا اول شيء بتنظيم مواعيد الوجبات، مهم جدا جدا جدا. وانا اشجع وانا ان
وجبة الريوق. نحن ما أدري ليش لما إحنا نقول للمتعاملين عندنا احرصوا على وجبة الريوق، يعني يقول الدكتور إحنا نداوم ما عندنا وقت نتريق، إحنا ما نقصد نفرش السفرة من هنا لهناك بارك الله فيكم. ريوق سندويشة صغيرة، حتى جهزوها من في الليل، يعني إذا ما عندكم جهزوا سندويشة من في الليل، الجبن والتوست والخس وها حطوه الصبح بس سخنوه وكلوه وأنتوا طالعين، وايد يساعد إن جهازنا الهضمي يبدأ يشتغل من الصبح فينتظم أفضل. إدراج وصف البدء اليوم بوجبة الريوق طبعا فوائدها لو تكلمنا عنها ما بتكفي 10 حلقات صحة وسعادة، وايد تكلمنا عن أهمية وجبة الريوق، لكن إذا بدينا ندخل وجبة الريوق تدريجيا كل يوم الصبح قبل ما نسير الدوام، حتى أكلنا الخربطة هاي تستوي في أماكن العمل، وأنا أدري تستوي وايد خربطة في أماكن العمل، نحن ما نتريق الصبح نوصل الدوام ما نحس عمرنا يواعة، على الساعة 9 ونص 10 بعد ما نبدأ نشتغل نبدأ نحس بالجوع، يبدأ عاد الحين نسميه بالعامية التقريم، بسكوت مني خبز ما يكون بسكوت كيك كاكاو شاي كراك، نبدأ هذه شوكولات، هذه الخربطة تبتدي في مكان العمل، فتلاقي الناس أوتوماتيكيا قاعد تأخذ سعرات حرارية ما تحتاجها. عندنا مداخلة، يلا ناخذ مداخلة ثانية. بمصبح صباح الورد، لا ورحمة الله وبركاته، حياك الله من زمان عنا يا بمصبح. والله وياك بقلبا وقالبا. شو اسوي دكتوره بعد لك وعليك يا دكتوره، الظروف ساعات شوي تحكمك. الله يطول عمرك. حياك الله، تفضل. لا عشان تعرفين وقت العمل ودوامات العمل ساعات بعض الاحيان مما تطرق ما تقدر انك حتى تداخل وتسلم وهذا، والله جزاكم الله خير، يعطيك الصحه والعافيه. ما تقصرون الله يطول عمرك، وفي الله يبارك فيك، ما تقصر. تفضل بنصبح دكتوره. الحين انا موضوع جميل. نعم. وما شاء الله عليه. زين انا الحين انا بغيت اتطرق لموضوع البارحه، كنت انا في يعني واجهني هذا الموضوع وبغيت جزاك الله خير، يعني ما ادري يعني استشاره منك ومن جميع الاخوان، ونشكر جميع العاملين في هيئه دبي. كان عندي الحرمه تعبانه دكتوره، وفي الليل والساعه 1 تقريبا كنا في حوادث دبي وهذا، ولين الحمد لله لين الساعه 4 وشي طلعنا. وزين انا الحين انا دكتوره في الليل يعني، وكنت كمرافق مع زوجتي، اضطريت اني اكلم الدكتور اقول له دكتور انا مع زوجتي ما حد عنده، يعني انا بروح ويا تعبانه ويعني وحاله، انت شفت الحاله يعني وكيف. نعم. وهذا قال لا الهيئه هذا ما يحطون مرافق الزوج. قلت كيف الزوج؟ انا زوجه انا مش يعني هذا. قال لا لو الطفل ماشي بس هذا. قلت لي جزاك الله خير، كان في كذا في بعض المواقف في. نعم. بعض الاشياء جزاهم الله خير، الجماعه متفاهمين هذا، بس عشان العمل يعني دكتوره الساعه 4 برجع 4 ونص واصل البيت يعني. صح. شوي وبوصل بدي العيال مدارس يعني، وين بيبدي لي انا ما ارقد طول الليل. أكيد. في المستشفى. صح. يعني كمراعاه انسانيه يعني وتوجيه انساني يعني. جزاه الله خير دكتور، كان خايف من الموضوع هذا. قلت لي جزاك الله خير لا تخاف انت، اعطوه اذا في اي شيء مساءله قانونيه انا اللي بتصدى اليها جزاك الله خير، لاني انا مافيا انا وانا على حقي جزاك الله خير، وانا في موقف يعني سبحان الله الله عالم حالي يعني. صح. وش اسوي زين في هالحاله يعني. اكيد جزاك الله خير، لما سمعت جزاك الله خير قلت خلني اسوي شيء سوالف. الله يحفظك دكتوره وجزاكم الله خير، استودومكم والله يعني جماعه في جميع المستشفيات نظام الله خير، والله ما يقصرون والله يعني بدون مبالغه بدون مجامله، بس في بعض الاحيان في بعض المواقف اللي تضطر انها فيها قرار، والقرار أكيد. المفروض يعني اكيد بيكون قرار ما بيكون يعني غير قانوني يعني، بس ما ادري انا وجهه نظر فيها رد جزاك الله خير في بعض الامور بعد لما كان زوج. الله بمصبح ان شاء الله جزاهم الله خير، حام وربت وهذا بعد كانوا متفاهمين جزاهم الله خير، بنتي بعد نفس الشيء يعني انا ما اطلب شيء جزاك الله خير، والجماعه كلهم جزاهم الله خير. في بعض المواقف تصادف انت يلا انا تقريبا يمكن ما ساعه ساعه ونص تميت اقنع بالدكتور واقول له وجهات نظري جزاه الله خير وهذا، بس كان الدكتور شوي كان متخوف جزاك الله خير، ما ادري شو القرارات وشو القوانين جزاك الله خير اللي تنص عليها ان شاء الله. ابو مصبح نرد عليك ان شاء الله. شكرا استاذ، شكرا لك، شكرا، نهارك سعيد. سامحيني برا على الموضوع جزاك الله. لا خير. فعليك ها برنامجكم تشاركوا باللي تحبونه، ربنا يحفظكم ان شاء الله موفقين ان شاء الله دايم ان شاء الله. شكرا شكرا لك ابو مصبح، شكرا. عندنا مداخله من خليفه. صباحك ورد. صباحك الله بالخير دكتوره نيتا. هلا هلا اخوي، صباحك ورد. اخبار سلوم الحمد لله بخير بخير. يا مرحبا بك، شو سالك؟ صبح عليك بالخير، ونصبح على مسهيل وعلى جميع المستمعين والمخرج. يسلم عليك المخرج كتير كتير، يقول لك كتير كتير عيل هذا ابو نور حلمية. نعم صح. تفضل يا ابو سلطان، تفضل. حياك الله وسلمك دكتوره. نقول سلامات لابو مصبح وله وما يشوف شر ان شاء الله. ايوه شر. بالنسبه طال عمرك موضوع الحموضه والحرقان،
نعم. اللي تصير اولا نحن نسمع الاشياء اللي الطبيعيه مثلا يقولون اللوز مثلا اللوز يقول اكثر يعني حاجه تشيل هذا الحموضه والحرقان صح. لا وفي طلع شيء ثاني اللي هو حبوب النكسيوم نكسيوم ما اعرف شو وضعها هاي بالنسبه للمعده دكتور. الو نعم تفضل سلطان تفضل. بالنسبه لحبوب للحبوب نعم نكسيوم يعني كان نوع من الانواع يعني فما ادري هل يعني هل الاستخدام الدائم اللي مثل الحبوب انا بعض الناس وخصوصا يمكن اللي قصوا معده وغيره او يستعملونها دوم باستمرار يعني صحيح بسبب انه يكون عندهم الحرقان والطهر دوم باستمرار صح فهل يعني خلينا نقول استمراريه استخدام مثل هاي الحبوب يعني فعلا يعني ياثر بشيء ولا يغير شيء السنة الاخير ما عليك امر فيها عين جذري الحموضه جذري نهائي مره يعني ما تخليك تحس بهذا الموضوع لان اشوف هالفتره زاد يعني كان قبل ماي الحين قام يزيد وايد يعني بصراحه الكل يشتكي منه وسامحين الله خير لا فعليك حياك الله حياك الله يا وسلطان حياك الله احنا نطلع فاصل بعد الفاصل نجاوب على أسئلة المستمعين فابقوا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006 ببتدي بالسؤال الأول اللي كان من أبو عبد الله أظن إذا ما خان الظن أول سؤال اللي هو بخصوص إجازة المرافق دائما موضوع الإجازات مرافق أو إجازات المرضية أو غيرها طبعا رأي الأول والأخير دائما نرجع للطبيب على حسب تقييمه للحالة لكن أنا أشجع وأشد على أيادي كل الأطباء إذا شفتوا زوج جايب زوجته للمستشفى أو العيادة أو الطوارئ أنه لازم ندعمهم عشان يصير ويكون قدوة لباقي الأزواج يقول هي والله رحت وقعدت مع زوجتي والطبيب راعى حالتي وأعطاني ورقة فنبا يعني دائما احنا متعودين نعطي الأم مرافق مع عيالها لكن حتى الزوج حليل لو قاعد 4 ساعات 5 ساعات مع زوجته وهي تعبانة لازم نعطيها عشان بعد يروح البيت يراعيها إذا مو يرتاح إداري يدير باله عليها في البيت يكمل الرعاية في المنزل يعني رعايتنا احنا كأطباء بعدين صح هذا أبو نوح موافق يروح يكمل الرعاية في البيت ما يسوي يرتاح لا هو يرتاح بعدين بس يهتم فيها أولا فنشد على أيادي الأطباء أنه يعني تعاونوا مع الأزواج اللي يبون زوجاتهم أهم شيء الأزواج اللي يبون زوجاتهم بعدين سؤال الثاني كان عند أبو سلطان بخصوص الناس اللي تاخذ الأدوية أيا كان باختلاف مسمياتها ما بذكر أسماء أدوية الحين على الهواء باختلاف أنواع الأدوية الحموضة المرضى يعرفونها بس أدوية الحموضة أنا يعني شعاري دائما مع مرضاي وحتى مع نفسي ما أحب أوصف أدوية لفترة طويلة ليش؟ لأن ما في دواء يخلو من أعراض جانبية أنا دائما أعطي مثال على حبوب الصداع وحبوب الألم العادية ناخذها إحنا بلاي وصفة من الجمعيات حتى البقالات قامت توفرها فكلها لها أعراض جانبية تأثر على عمل الكبد تأثر على العظام وايد لها أعراض جانبية كيف ممكن أن إحنا نمنع أو نقلل الحموضة مثل ما تفضل أبو سلطان وقال كيف نمنعها ليش وايد درج ليش وايد دارج عندنا حاليا الحموضة تعرفوا شو السبب الأول نحن ناس ما نتحرك ليش أنا بقول لكم ليش يسوي عندنا حموضة يا جماعة عندنا العادات أن إحنا عقب ما نتغدى ننسدح أو ننام أو ننبطح أو نستلقي فهذا يخلي الحمض أسهل أنه يرجع فوق لأن إحنا نايمين أفقيا هذا رقم واحد رقم اثنين إحنا للأسف قمنا ننام نتعشى متأخر وننام على طول حسب الدراسة بعد اللي قلناها تذكرون ليش نصير مطاعم نسهر على التلفزيون وسائل التواصل مفتوح 24 ساعة فنتعشى متأخر وننام أيضا نكون أفقيا فبالتالي يساعد الحمض يروح فوق أسرع ما نمارس الرياضة وايد شو لخص الرياضة الجهاز الهضمي عبارة عن عضلات وهناك الصمام اللي موجود في المريء اللي يمنع الحمض انه يروح على فوق اوكي هذا المريء يعبر من خلال عضله الحجاب الحاجز عضله الحجاب الحاجز هي مثل القبه اللي تفصل الرئه عن المعده
لما احنا ما نمارس تمارين رياضيه بشكل كافي هذه العضله تستوي ضعيفه، عضله الحجاب الحاجز تكون ضعيفه عندنا، فما تساعد في تسكير هذا الصمام، ما تضغط على المريء كفايه ان يتسكر الصمام بالتالي يرجع الحمض فوق. فنظام حياتنا لازم يتغير، رقم واحد. رقم اثنين، انا من لما تشوف المرضى عندي في العياده كل مريض يختلف عن الثاني، ترى في موضوع الحموضه هذه، في مريض ممكن اكله او شيء معين يسويه او ياكله او يشربه يزيد عنده الحموضه وشخص ثاني لا. فانا دائما انصح مرضى يخلوا عندكم دفتر اكتبوا من الصبح لين في الليل شو كلتوا، بعد كل شيء حتى شو شربتوا. احيانا كثير الشرب اللي يسوي عندهم مثلا قهوه او الشاي اكتبوا يما هل بدت عندكم اعراض الحموضه قبل او بعد ما تناولتوا هذا الشيء. فوجود هذا الدفتر وايد يساعد طبعا ان نقلل او نخفف من الاشياء اللي تسبب الحموضه، هي اللي هي الشيء الاساسي. لازم يكون عندنا نمط حياه عشان ما نضطر نروح للادويه. طبعا مثل ما قلنا تنظيم الوجبات، الاشياء اللي مثل ما تفضل بسلطان، اللوز، اللوز جدا مفيد، بنحتوي يقول الميرميه موجوده ان تخفف جدا من الحموضه، حموضه المعده. والتفاح، التفاح وايد يساعد في تقليل الحموضه اللي اخذناه بالالياف مالته. راح نروح الحين الى، اتمنى اكون جاوبت على كل الاسئله، راح نروح الحين الى فقرتنا التاليه. طبعا ضمن انجازاتها المتعدده التي حققتها هيئه الصحه بدبي خلال الفتره الماضيه كان هو انجاز استكمالها للملف الطبي الالكتروني الشامل للمرضى اللي نسميه سلامه بكافة المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، وهو الأمر الذي شكل نقلة نوعية في مستوى ونوعية وسرعة الخدمات الصحية التي تقدمها الهيئة للمرضى والمتعاملين بشكل عام. بنتكلم عن هالموضوع وأهمية الملف الطبي الإلكتروني ودوره في تحسين الصحة العامة. يسرنا يكون معانا اليوم عن طريق الهاتف الدكتور كاظم العبادي، أخصائي أول صحة عامة في إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتور كاظم. صباح الخير دكتور. أهلا فيك دكتور كاظم. نتكلم أول شيء شو يعني السجل الطبي الإلكتروني الشامل للمريض؟ أول شيء كما ذكرتي يعني هيئة الصحة في مبادرة سلامة، هذا إنجاز كبير ورائع اللي جعلت الملف الطبي الإلكتروني للمرضى. طبعا هذه مبادرة تم الاتفاق عليها في عام 2015 وتم بداية تنفيذها في نوفمبر 2017. طبعا الملف الطبي هذا شيء مهم لأنه يحتفظ ب معلومات كاملة عن كل مريض يدخل المستشفيات أو يراجع العيادات الطبية. طبعا نوعية المعلومات تكون كاملة بالإضاءة وواضحة، وإضافة لذلك ما فيه نقص، بالإضافة لذلك معرفة حسب التعاريف العالمية حتى للمقارنة. طبعا هي تشمل معلومات كثيرة، منها معلومات ديموغرافية عن كل مريض، العمر، الجنسية، الجنس إلى آخره، بالإضافة إلى معلومات عامة، معلومات طبية، معلومات عن الأدوية، معلومات عن عمليات، معلومات عن أمور كثيرة متعلقة بالصحة مثل التدخين، الوزن إلى آخره. فلذلك راح تكون يعني هذا شيء بسيط عن تعريف عن الملف الطبي الإلكتروني. جميل. دكتور كاظم، شو أهمية وجود مثل هالسجل الطبي، إنه يكون سجل طبي موحد فيه كل معلومات المريض؟ المريض يقول أنا كيف أستفيد من هالموضوع؟ المريض يستفيد بصورة كاملة، لأنه لما تراجعين الدكتور أو عيادة هنالك راح يكون تبادل في المعلومات يعني بين المستشفيات أو عيادات الخاصة أو أي مكان طبي آخر. يعني معلومات المريض بدل ما مطلوبها مثلا إذا مريض ذهب إلى عيادة أو إلى مستوصف أو أي مركز صحي ويريد معلوماته، ما يمكن أن يأخذ ملفه معه أو تكون معلوماته ممكن يأخذ مختصر من المستشفى. تعرفين يحتاج وقت ويحتاج أمور كثيرة. صحيح. وفي ظروف معينة مثلا المريض ما يمكن أن يصل إلى المعلومة، مثلا في حالة الإغماء أو غيره، لا هذه المعلومات تكون متوفرة للمريض بشكل مباشر بعد معرفة هويته أو اسمه أو شيء متعلق به. بالعكس الملف الإلكتروني للمريض يساعد المريض كثيرا، إضافة لذلك يكون سجل واضح من أول يوم احتاج المريض إلى العلاج أو أي استشارة طبية. ممتاز دكتور كاظم.
كيف ممكن نستخدم السجل الإلكتروني لتحسين الصحة العامة للمجتمع؟ هذا شيء مهم جدا، يعني اكثر شيء الناس اللي يستفادون من الملف الطبي هم الصحة العامة. ليش؟ لانه هذا راح يقدم لنا معلومات هائلة عن المرضى بشكل اجمالي. راح نحدد الفئات الاكثر المعرضة للمرض، راح نحدد اعمارهم، راح نحدد اجناسهم، راح نحدد استعمالهم للخدمات الصحية. من خلال هذه المعلومات يمكن تحليلها، وممكن تحديد المجموعات اللي ممكن استهدافها من خلال برامج صحية تقلل او تزيد مستوى يعني المستوى الصحي وتقلل من الأضرار الصحية مثل التدخين وغيره. إضافة إلى ذلك سيكون مصدر للبحوث العلمية الرصينة. هذه ستكون بنك المعلومات يستفاد منها الباحثين، خاصة الأطباء أو الباحثين في الجامعات أو كصحة عامة تستخدم في الدراسات أو البحوث العلمية. إضافة لذلك ستكون مصدر رئيسي لإنشاء قواعد بيانية عن أنواع كثيرة من الأمراض. فهي كلها يعني أمور تساعد دورنا أو عملنا في الصحة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر. ممتاز. دكتور كاظم، نعطي المستمعين نبذة عن شو الخدمات اللي تقدمها إدارة حماية الصحة العامة بشكل عام؟ هناك خدمات كثيرة، طبعاً أنا ممكن أختصرها إلى ثلاث محاور. الصحة العامة هنالك ثلاث محاور رئيسية اللي في دورها، اللي هي أو أولها اللي هي البحوث والدراسات المتعلقة بالصحة العامة وكل ما مرتبط بالإنفورميشن والإنتليجنس والديتا إلى آخره. الأمر الثاني اللي هو health improvement أو اللي هو يعني اللي يدخل به التحسين، يعني health promotion الأويرنس التوعية والتحفيز على الحياة الصحية. بالضبط، فهذا جانب كبير، لأنه إحنا تعرفين لازم نوعي مشاكل كثيرة مرتبطة بالصحة، لازم نوعي كثير، يعني من الأعمار الصغار إلى الأعمار الأدلت إلى الأعمار الكبار. يعني إضافة إلى مرات أحيانا يعني تستهدفين أمراض، أحيانا تستهدفين ريس فاكتر أو عوامل الخطر، مرات تستهدفين أعمار مختلفة، تعتمد حسب الظروف. بالإضافة لذلك هنالك برامج مرتبطة بالصحة العامة مختلفة حتى تساعد على تحسين الوضع الصحي للمجتمع. إضافة لذلك نقوم بمثلا استراتيجيات، نقوم إلى سياسات مختلفة، كلها تساهم إلى تحسين جودة الحياة، تحسين الصحة العامة للمجتمع. ممتاز، أنا شاكر لك دكتور كاظم العبادي، أخصائي أول صحة عامة في إدارة حماية الصحة العامة، مداخلتك اليوم بخصوص أهمية ملف الطب الإلكتروني في تحسين الصحة العامة. شكرا لك. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. طبعا بما نتكلم عن ملف الطب الإلكتروني سلامة اللي تم إدخاله في هيئة الصحة بدبي، أتوقع حين 3 سنوات أتوقع كملنا من بدأ نظام مشروع نظام الطب الإلكتروني الموحد. بهالمناسبة أنا حابة أذكر المستمعين بخدمات مهمة جدا تقدمها هيئة الصحة تختصر عليكم رحلة المتعامل، تختصر وقتكم الثمين، تقلل تعرضكم للفيروسات أو للأمراض من الناس التعبانة الثانية، اللي هي خدمة طبيب لكل مواطن وتطبيق هيئة الصحة في دبي. نروح على جوجل ماب أو أب ستور وننزل تطبيق هيئة الصحة في دبي، نسجل فيه. من خلال التسجيل في هذا التطبيق أنا أستفيد من حزمة من الخدمات اللي تغنيني عن الذهاب إلى العيادة. أول واحد عندنا، أول ما تفتحون التطبيق فوق بتلاقون طبيب لكل مواطن، هذه خدمة التطبيب عن بعد. نبغى يا جماعة نستفيد من هذه الخدمة، هذه الخدمة جميلة جدا جدا، وأنا عن نفسي شخصيا أستخدمها، يعني أداوم أنا في الصحة لكن أستخدمها وأنا في بيتي، أنا أكون في البيت، أكون في طالع مع عيالي، أكون أي مكان، والله عندي أبا أغير موعد أو أبا أطلب تحليل معين أو أبا أطلب دواء معين، أتصل في طبيب لكل مواطن. شو أسوي؟ مثل ما قلنا نسجل أول شيء في التطبيق، تدقون على طبيب لكل مواطن، إذا ما عندكم حساب تسوون حساب عادي، الخطوات العادية يوزر نيم باسورد وكل شيء، يصلكم كود تفعيل. في خطوات المفروض تسوونها، ممكن تحسون خطوات شوي طويلة، لكن لأن ساعة ما
يسوي لكم الاكسس او تقدرون تدخلون على هالخدمه، يكون ملفكم الطبي كامل موجود. فلازم يكون في نسبه الامان عاليه جدا، فلا تتمللون من الخطوات الموجوده، بيوصلكم كود تفعيل اكثر عن مره. اول ما تسجلون، عقب لما تبون تسجلون الطبيب لكل مواطن، اتوقع في كود ثاني بعد يوصل لكم. كل هذا للحفاظ على سريه معلوماتكم، ما حد يبغى معلومات الطبيه تكون مفتوحه للعلن، او ان حد ثاني يكون يدخل عليه ويشوف شو الامراض اللي عنده، شو الادويه اللي عنده، او اي شيء ثاني. فصبركم شوي مع التطبيق، امشوا على الخطوات، الخطوات جدا 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 سهله. او ما تسجلون، اتصلوا، احنا سجلتوا خلاص، صار عندكم يوزر نيم، صار عندكم باسورد، تتصلون على رقم الهيئه 800342، نتصل نقول لهم ابا اخذ موعد لطبيب لكل مواطن. اوكي، متى تبون الموعد؟ الموعد اللي انتم تحبونه، الخدمه موجوده 24 ساعه. من تتصلون تقولون أبغى أخذ موعد أي وقت، ويعطونكم قائمة من الأطباء اللي يكونوا موجودين لهذه الخدمة. اختاروا أي طبيب تحبونه. بعدين قبل ويقول لكم الكول سنتر لما تتصلون، يذكركم أنه رجاء 10 دقائق قبل الموعد ادخلوا على التطبيق وافتحوا على الموعد. أنتم من يسجل الكول سنتر الموعد، إذا دخلتوا على التطبيق بتلاقون الموعد موجود، محطوط موعدكم الساعة كم لطبيب لكل مواطن، وفي زر تدقون عليه تفتح الكاميرا، فيقولكم قبل 10 دقائق رجاء ادخلوا على التطبيق. لا تتريوا الدكتور يتصل، لا الدكتور ما رح يتصل، انت تفتح الكاميرا من صوبك. هالنقطة وايد من الناس ما كانت واضحة عندهم، بالتالي كان يقول زين دكتور رح نتري، ما حد اتصل فينا، ما حد بيتصل فيكم، انتوا تفتحون الكاميرا. من تفتحون الكاميرا الدكتور بيفتح الكاميرا مالته. طبعا عندكم خيار انتوا فقط صوت من غير صورة، لكن انا دائما احب الصوت والصوره، يعني عشان يكون في تفاعل بينك وبين الطبيب وتحس انك فعلا موجود في العياده. تحصلون على الخدمه وانتم في بيوتكم، عندك كحه، عندك زكام، عندك صداع، ويع بسيط في الجسم في البطن، ويع بسيط في الظهر، حساسيه، ترى لنا فيديو ممكن تراوي الدكتور حساسيه صارت، جفاف، التهاب في العين، بعد تحليل، يشرح لك التحليل، تطلب تحليل، تطلب دواء. هذا جزء من الخدمات اللي موجودة في ضمن الطبيب لكل مواطن، فاستغلوه يا جماعة بدل ما تجون العيادة وتضيعون وقتكم ولما تحصلون باركينج، وهذا كله عن طريق تطبيق يا بنوح، كل شيء مضبوط، أنا جربتنا بنفسي، يعني فعلا يوفر عليك الوقت. وغير شيء ما أعرض نفسي أو عائلتي لخطر الالتهابات لما نروح العيادة، هذا كح وهذا يعطس، نتعادى منهم وأنا ببيتي مرتاحة، أبطل التطبيق وأسأل الدكتور وأسولف معه استشارة كاملة وأنت في بيتك يا أبو نوح، والله وأنت ببيتك ما في أسهل من شيء. فيا جماعة بس أبا كل واحد منكم بس نزلوا التطبيق وافتحوا وسجلوا، خطوة أولى سجلوا في التطبيق، الحين خلصوا خطوات التسجيل وجربوا أخذوا موعد، اخذوا موعد مع الدكتور ودردشوا معاه عن الخدمة. انت يمكن ما تبغى شيء الحين، مو محتاج شيء، دردش معاه، خذ موعد مع الدكتور ودش على الموعد وكلم دكتور، ها خدمة شو تنصح لي، كيف ممكن استفيد منها، منو ممكن يستفيد منها، هل ممكن مثلا عيالي حق امي حق خالتي، بيخلص وقتي ايمن مو مشكلة، بس خل اذكرهم بالخدمة. فدردشوا مع الطبيبة عشان يوم تحتاجون تكون عندكم كافة المعلومات، لان وقت ما حنحتاجها تعرفون واحد مرات يكون مرتبك ومستعجل يقول شو الخدمه ما قاعد تشتغل ما عرفت له، دردشوا مع الطبيب عن الخدمه نفسها، عرفتوا انتم ما فيكم شيء، واطلبوا اي خدمه تبونها، مثلا انا مثلا دواء وايد نصلتي العياده، ابى بس دكتوره اطلبي لي تحليل فيتامين دال وخلص فيتامين دال اكتبي لي مره ثانيه، هذا ما يحتاج تي العياده لان ما راح فيها فحص، هذا مجرد انا اطلب لك التحليل واكتب لك الدواء مره اخرى، هذا ممكن يتم عن طريق طبيب لكل مواطن. اوكي، ننزل التطبيق ونسجل فيه، بذكركم ان شاء الله بالحياة كل احد واثنين ما اكون في الاذاعه انا. المهم وصلنا لختام برنامجنا، برنامج صحه وسعاده، شكرا لك ايمن سرحيل، شكرا لك يا اميره المري كانت معي في التنسيق، شكرا لطاقم الاعداد الموجود في هيئه الصحه بدبي لاعداد فقرات صحه وسعاده، وهذه محدثتكم دكتوره ندى الملا، ان شاء الله كنا خفاف عليكم في خلال هذه الساعه الاذاعيه، الى نلقاكم ان شاء الله بالحياة الاسبوع الجاي، اقول لكم دمتم بصحه وسعاده. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.